هناخدك صورة هنا من لا بقول لك ايه، ما بحبش انا الحركات دي. ليه بس يا سنيه؟ يا خي ابعد كده، والله عمال ملزق كده ملزق. ما بقول لك جايب لك عريس لازم يشوفك، هنزل الفيديو ده. ليه نفسي يشوف على الطبيعه صور بقى كده، ما بحبش دي عشان شخصيتي مش عشان شكلي. طب شخصيتك فيها ايه حلو يا سنيه؟ حاجات كتير قوي قوي قوي. طب انت ايه مواصفات عريسك فتى احلامك؟ انا عايزاه يبقى ايه، مقتدر. مقتدر عشان انا ما بحبش يبقى مقرمطها عليا. اه خالص ما بحبش انا كده، يبقى كده مرحبح كده في ايده ومتريش. طيب يبقى معاه صنعه يا اخويا، هي دي بتنفع ايام الثوره اللي احنا فيها دي، ايام بعد الثوره. اه فتح له حته محل كده ولا حته ورشه يستند عليها. ويجيب لي صيغه بقى من هنا لهنا، لو من هنا لهنا يبقى لا، لازم من هنا لهنا. من هنا لهنا اه، عشان ابقى اقيمهم شويه هنا وشويه هنا. تمشي مع الطقم الجميل اللي انت جايبه. اه بالجلابيه، ما انا جايبه الجلابيه والتكر من العتبه دي عشان كده. بس ما بحبش انا يجي يقول لي نتعرف نخرج نمشي على النيل، ما بحبش انا الحركات دي. وتاكلوا دوره مع بعض؟ دوره؟ انا بتاع الدوره يخش في الترمس على طول. ترمس؟ اه. بقول لك ايه؟ انت مرتبط؟ انا ايه؟ مرتبط؟ انا مرتبط؟ لا مش مرتبط. طب ما ايه لونك يعني؟ لوني اسود. يمشي، بموت انا في الاسود. الاسمر. حلو، ما تضرش. فعلا؟ الراجل يا اخويا ولا البياض ولا السواد. بجيب راجل بجيبه هو كده. ثانيه معانا، انا عارف ان انت نقاش قد الدنيا، نقاش كده نقاش واسقف وحركات وكوستم برج ده اللي انت بتعمله ده. ايوه. كانت معانا ثانيه النهارده في برنامج خلف الاسوار. اخفى عليك، اخفى عليك يا مهدي، اخفى عليك. اه ماشي يا ثانيه، نقول شكرا للفنانة ثانية. نترككم في رعاية الله. في رعاية الله. قولي حاجة للجمهور.